عمي الله يرضى عليك دكتور. اسهر ناولني ناولني. يعني اللي قديش يطلع لك معنا هذا؟ الفرقة. شو؟ الفرقة؟ اسمعي عنه جوزك هذا بده الفرقة. لا حبيبي لا ما بقبل ما بقبل ابدا بلوم. عفيف معقول تغلي على بابا؟ لا مو معقول غلي على بابا، بعطيه فوق مساري اذا بدك. سر الله يرضى عليك، يعني بهيك شغلات ما في مزايح. نورني ولي قديش بتعلك معي. اخي حط السعر اللي على كيفك وخلصني، انا موافق. ايه ماشي. إيه هلا اديني يعني منيح 2500؟ قلنا لك 1000 ما قبلت. إيه ما قبلت لانه عمك ابو تامر زقزق مو نساب. انا هلا لو اخذتهم منك ب 2500 كنا هبن نهيب. طيب اعطيني 150 ليره اجرة نقله. لك عيب عفيف، عم نعطيك 1500 ليره زياده، معقول تبخل علي 150 ليره؟ هيك رأيي؟ ايه هيك رأيي. ايوه، معك الهونداي جاهزة؟ جاهزة جاهزة. ايه اطلعي لبرا وزقي لي الخشبات. رح تحركي. يلا يلا الله يرضى عليك. حيا انت الثاني. يلا الله يرضى عليكم. بلدي رح تكملي الباية. اطلع هلا بالله اطلع. اطلعي لبرا. لك قومي اتحركي. وانا؟ وانت كمان. يلا. شوف حبيبي. بتحط بكل علبة 30 بسمار عادي تحت و10 بس على الوش بولاد. لك ايه كانوا بعلبهم عين الله عليهم، ليش خلتني فضيهم ما بعرف؟ يا رفيق انت مخك بس جاري بنوب، هيك بنبيع العلب كلها على اساس بولاد اغلى نربح اكثر. هذا خلي هذا اسمه غش. مش انت صابنا فيكي مثل ما صاب هذاك الرجال. انو رجال؟ يلي شافوه عم يغرق قالوا له اوعى انتبه المي مالحه. شو قصدك؟ قصدي انه سارقينهم سرقه، بدك انا وقت البيع نبيعهم بشرف. منو؟ انا. رعبتيني امي، فوتي فوتي تعي، جيتي والله جابك عبي معنا. شفت لك مشان المسامير. ايه حكيتي مع ام هاني؟ لك منو هي ام هاني؟ ام هاني كل يوم بتبع لها بسمارين ثلاثه وبالمفرع. نزلت لك على السوق ودقدست لك. ايه تعال يا اخي بدنا نغربك. ايه لقيت لك واحد تاجر مستعد ياخذ منك شو ما بدك، مو بس مسامير، عندكم شريط ربط. ربطات شريط يعني؟ ايه في مفاتيح كهرباء. في حنفيات. في بواري بلاستيك. عنا ادهانك. عنا بربيش. انا اللي عندي.